أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن سماك داون لايف اللي شفنا تبعات قصة سامي زين، وكان في تركيز على السيدات. بين السبب ليش ما نشوف السيدات كثير في العرض، وغير هذا مفاجأة ما بغينا نشوفها. بول هيمن يفتتح العرض، يقول من أول ما بروك لزنر كسر سلسلة أندرتيكر أنا ما قدم تخمين وأنا أحرق النتائج في كلامي، ولكن المتحدي الأول سامي زين مينون، والجمهور يحيي سامي. اعتذرون الحبيب مش موجود اليوم. تخيل سامي زين يفوز بلقب الموحد. في الطرف الثاني عندنا كودي رودز، قال الكل يبغي يخلي الموضوع شخصي. إيه أكيد شخصي، هذا مش بس لقب، هذا الأعظم والدم في البلود لاين والهوى اللي نشمه، فخر سلالة السموونز. والاثنين هذول المتحدين عرفوا من غير ألقاب ما في العرق، ما في بول هيمن ولا في رومان رينز، وسامي زين بكل سهولة يظهر وراه. فخر العرب موجود، ما هاجم بول بس طلب المايك. هدي شوي، شفيك أنت تعرق ومتوتر؟ ما بهاجمك اليوم، وانا اقدر اعمل هالشي. سمعتك وانت تتكلم عن الفريق، لو من فترة كان سولو اعطاني سماون سبايك وسوبر كيك من الاوسوز، وانت تدري ايام رومان كحامل اللقب معدودة. انا تركت العرق وجاي اوسو مشى، والخطوة القادمة هل جيمي بيوقف مع رومان او اخوه؟ سولو نفس الشي، اول ما عرف انه يقدر يفكر بنفسه هل بيتم مع زعيم القبيلة؟ وانت عاد تناظر بطريقة غريبة ترى. فهذه يتفق معه. نعم، فوق هذا أيام البلود لاين معدودة، وأنا عندي حرق باقي 8 أيام على رومان رينز كحامل لقب الموحد. حضن بول هيمن يقول رومان مو لازم يفكر بكودي رودز، لأني أنا اللي بدمره قبل عرض الكبير. سيجمنت مجنون يا شباب، نفس ماندي نايت رول، العنصر اللي يقدر يحمسك لأي مباراة كانت هو بول هيمن. ناس ما قلت سابقا من أفضل المانجرز في التاريخ، لاحظوا تكلم عن سامي زين بطريقة سيئة فمهد الكلام عشان يرد بأحسن طريقة ممكنة، يبين أنه يقدر يفوز باللقب. غير هذا تكلم عن ثغرات الفريق مع جاي أوسو في الرويال رامبل، جيمي أوسو يلاحق أخوه، وسولو يفكر بنفسه. هذه صعبة شوي سامي، أنا أشوفه دستروير بدون مخ، بس من وجهة نظري هالشي زين. بالعكس بوكينج سولو عاجبني كثير، وسامي ما قصر، حتى بتلاحظون شغلوا أغنيته الجديدة بعد البرومو، محتفظين بالقديم لإليمينيشن تشيمبر، وأنا متحمس نشوف هيت رول هيت رول ضد درو ماكنتاير وشيمس، حتى احتفلوا مع الشايب. والمباراة كانت خفيفة، دمروا مرحلي مع صاحبة أدانس، زعلت عليهم حرام يلعبون مع فريق تعبان، على الأقل شفنا بيفاب موجودة، وفازوا بكليمور وبروكك. فريقهم جميل بس لازم ينفصلون وكل واحد ياخذ خط فردي، وتشوف نار على الشاشة مع الفايكنج ريدرز في الأدغال، يبغون اثنينهم أسبوع القادم. جيمي أوسو دق أخوه يقول له خلاص عاد تراك ما فكرت صح في الرامبل، كيف تدافع عن سامي؟ يمكن ضده من البداية، تنسى عائلتك أخوانك مع ولد خالتك، عشان ولد كان معانا لفترة قصيرة. اعرف اليوم لو ما ظهرت عادي تكون نهايتي أنا معاك. غير هذا الجعدة سولو وين بيروح؟ رد علي بأسرع وقت، ورانا مباراة ألقاب التاك تيمز اليوم، لا تدمر اللي بنيته. صراحة كلام عميق من جيني، صراحة كلام عميق من جيمي، واتمنى يرد عليه. عاد انا زدت بهارات شوي في البرومو. اوكي، برومو كارين كروس الليلة مباراة رباعية ملكي. تعرف شو لازم تسوي اليوم؟ بخلي ري ميستيريو يتألم في الحلبة، وانا اتمنى تفوز. يب، تلعب ضد جونثر، بيكون بناء لاسبوع واحد لو عملوه في اليمينيشن تشيمبر. لاسي ايفنز تفوز على جوبر اسمها كاميرون هاريس في مباراة سكواش، وبكل اختصار سكيب. جيمي يتصل بجاي بس ما يرد عليه، ويقول لبول كل شيء، يا اخي اتصلت فيه في كل مكان، مسجات دي امز ايميلات بس ما يرد علي. صبر شوي، انت ما شفت المينون الكندي كان معاي في الحلبة؟ ليش ما جيتني؟ اكيد ادور اخوي، وين بكون يعني؟ وانا ما عندي حد ينبي. اقول بتدافع عن الالقاب معاي؟ بول ايمن يدافع معاك؟ تبصقرت جيمي، تدري انا ما اقدر احل مشكلتك، شكلك بتدافع عن اللقب لوحدك. دقيقة، صبر شباب، قبل كم اسبوع واحد منهم انصاب، وادم بيرس قال اذا ما تقدر تكمل بتخسرون القاب التاك تيمز، بعدين سامي خذ مكانه صح؟ والان بيدافع عن اللقب لوحده؟ كيف؟ لا تغيرون القانون كل اسبوع. يلا عاد، بس جيمي طمن بول انه اخوه اكيد بيظهر اليوم وبيكون جزء من المباراة. ننتظر ونشوف.
سونيا تسأل آدم بيرس ليش ما تلعب في إليمينيشن تشامبر، وتشيلسي جرين تظهر معاها تقول أنا حاب أكلم مدير موندي نايت رو. وينه؟ أنا مدير رو وسماك داون. نعم، دائماً المشاكل معاكم أنت الثنتين، وأنا عندي حل. بتلعبون ضد منافستين في إليمينيشن تشامبر اليوم كتاك تيمز. صح سونيا، ليش تبغى تنافس؟ كم مرة بتخسرين ضد شارلت؟ عاد حتى تشيلسي نفس الشيء، دائماً تخسر ترى. جيمي ظهر روحه، وانا توقعت سولو ساكوا يظهر يلعب بدال جاي، بس ما شفنا هالشي. وهو واقف الحلبة مرة واحدة يوقف المذيعة ويشوف جاي يظهر من بين الجمهور على ستايل الشيلد، يحضنون بعض واعلن المباراة هذه بتكون على القاب سماك داون للتاك تيمز. واسبوع اللي طاف قالوا اللقبين، فقلت شو يمكن في امل، يمكن نشوفهم يخسرون الالقاب، فليش ما فوزتوا الجاجمنت داي يوم لعبوا على القاب التاك تيمز فرو؟ اي صح، حتى الان ما فازوا المباراه. ونهدي اللعب شوي يا اخي، قصه البلاد لاين جميله جدا حتى الان، وما خربوا شيء فيه، ماشيين باحسن طريقه. برون وريكوشي اشتغلوا بشكل جميل، تشوف الوحش المتوحش يركض في المباراه، يعني في مرونه، الولد شكله غيران من اوماس. قدموا مستوى جميل قبل فتره، قلت برون سترومان من الصفقات الناجحه لتريبل اتش، لان الجمهور وراه، يمكن خفت شوي في الفتره الاخيره بس قاعد يشتغل صح، خصوصا في المباراه هني عمل رانينج باور سلام وسوانتان بام يوم شال ولده وحوشي، بس جاي سحبهم. وبرون مع الاسف دخل عند المعلقين، والفينش مجنون، جاي عمل تاج من غير ما يشوفه ريكوشي، راح فوق عمل شوتينج ستار بريس، بس اول ما نزل تشوف اوسو سبلاش على طول للفوز. شكرا للفريقين صراحة، المستوى يعني فاق التوقعات او توقعي انا. حتى جاي يحضن اخوه في النهاية، يعني الامور طيبة بينهم او في مشاكل. ريمستيريو يقول كاريان كروس انسان سيء، واليوم مهما عملت اعرف اني بفوز في المباراة الرباعية. عزيزي ريمستيريو، صح انك لعب ضد كونثر سابقا، بس تمنيتك تفوز هني بعد بدال اللي شفناه. نروح ورا الكواليس، جاي يقول اكيد انا بدافع عنك، انت اخوي، بس الكل يسأل هل انت معانا في الفريق او لا. ما ادري حتى الان. ومشى، وصل بول هيمن سأله هذا اخوك؟ ايه هذا جاي. قال لك شيء؟ لا ما قال شيء مهم، يعني كذب عليه. يت، تدرون شو بيصير بعدين؟ رومان بيعصب عليه الأسبوع القادم، ويكون العنصر الأساسي في إليمينيشن تشامبر لخسارة سامي زين. كل هذه لعبة ترى، صدقوني. برومو ناتاليا تقول شينا بيزر أنت روندا راوزي من وش؟ شينا عصبت، كيف أنا مثلها؟ دامي قدمت فنون قتالية قبلها، فوق هذا دخلت مجال المصارعة قبلها، حتى فزت ببطولات. تظهر روندا راوزي بس شينا وقفتها، ويهاجمون ناتاليا. تظهر بوتشزي بس دمروا اثنينهم، يب دمروا واحدة بتكون موجودة في إليمينيشن تشامبر. ليش؟ لأن روندا راوزي. مرة ثانية سكيب، سامي يشوف جاي أوسو يقول له أهلا بعودتك، ما أبغي أكثر كلام، وأنا عارف رومان رينز أحسن منكم، شفت تخلى عني صح؟ ترى بيعمل نفس الشي فيك، حبيت أشكرك على اللي سويته في الرويال رامبل، وراح يكون يوم كبير في إليمينيشن تشامبر، ما أدري إذا بشوفك مرة ثانية، بس أنا أعترف فيك. رفع إيده وجاي أعطاه فيست بومب. الله يعينك أسبوع القادم بوي. لا حبالي تيز صغير، بس طلع الموضوع أكبر بعد ما شفت المنظر هذا، تأكدت أن جاي بيجلب عسامي، وحرام ما يفوز بلقب العالمي. حسافة. إلي نايت، هذه أول مرة نشوفك بعد مباراة البيتش بلاك. لا ما بتكلم عن الماضي، راح أركز على المستقبل والقادم لي. تريبل إتش الله يخليك، يرحم والديك، اهتم فيه، صدقني من غيره كان ما نجحت العداوة ولا المباراة. صح بري وايت وينه؟ اختفى الولد، سمعت عنده إصابة، بس ليش ما يعمل بروموهات على الأقل؟ غريبة. ليف مورغان وراكيل فازوا على تشيلسي جرين وسونيا ديفل في مباراة لا بأس بها، كانت كوميدية، وشخصية تشيلسي جرين حلوة، يعني نحتاج شيء مختلف في القسم. بس في شيء، تدرون رمضان قريب، فبقولكم من الآن ما بيكون في تحليل لسيجمنتس أو مباريات السيدات وقتها. وراسل مانيا في رمضان صح؟ يب، ما بتكلم عن السيدات، ويمكن أقول رأيي بعد شهر الفضيل. مات كاب موس يقول راح يفوز مباراة رباعية لأنه وسيم، حبي منقص عليك وقال أنت جميل مثلا، حتى ما أدري إما شو تشوف فيك، اقعد بس. وصوب الثاني مايكل كول كان قاعد مع شارلوت فلير، يقول تصدقين باقي 50 يوم لرسل مانيا؟ احلف أنت، يعني عاد الأيام ولا كيف؟ قبل 3 سنوات فزتي على ريا ريبلي، والآن هي تبغي الانتقام. نعم قبل 3 سنوات أو الآن، بقول لك نفس الشيء، صعب توصل لمستواي، وراح ياخذ لها سنوات هذا لو قدرت
توصل لي. عاد لو مامي خسرت في راس المين يصدقوني بجذب العرض فوق تحت. كم ينفخونك عاد انتفختي اكثر من راس بوبي لاشلي. المين ايفنت مباراة رباعية لتحديد المصنف الاول للقب القارات. وامبيريوم قاعدين في البلكونة. سانتوس يقول لكاريان ترى نعرف بعض من ايام لوتشا اندرجراوند. خلني اهاجم ري. زين حبايبي ترى ري ميستيريو بعد كان موجود في لوتشا اندرجراوند. ايش فيكم؟ طلع سانتوس وري مسك زمام الامور. ايام جميله كانت، تابعنا منتج ظلامي وسينمائي مختلف. واللي ما تابع لوتشا اندرجراوند شباب شوفوا صدقوني بيعجبكم، خصوصا اول موسمين. وانا فاهم القصه، انا بنشوف ري ميستيريو ضد ولده في راسلمانيا. قعدت افكر بسانتوس شو بيسوي في العرض، ليش ما تستغله هو وربعه بشكل افضل. ايام قبل من بدايه اندري ذا جاينت ميموريال باتل رويال كنت اقول ليش ما تخلي الفايز هني ينافس حامل لقب العالمي في ماندي نايت رو بعد العرض، بدال ما يشيلوا التمثال العود معاهم كل اسبوع. حتى لو المنافس خسر على الاقل تبرز النجم هذا، غير الجمهور اللي يكون مينون فرو. يعني نشوف سانتوس يفوز ويلعب ضد كودي او رومان رينز في العرض، احسن من الجائزه التعبانه. عاد تخيلوا ايامها لو سيزارو فاز ونافس دانيال براين فرو. تشوف ال 619 وسكارلت تتدخل البو دروب من فوق ومات كاب موس يفوز. وحين عرفنا ليش المباراة بتكون في سماك داون ومش في عرض الشهري. بين كل المصارعين تختار مات كاب، يعني تحمسنا على الفاضي. بتقولي مباراة كاريان وغونثر بيسوونها بعدين. يا عمي نحن عارفين في راس المانيا غونثر بينافس يا شيمس او بروك، فليش تغير الخطط يعني وتعطينا واحد ما يستاهل مع كل احترامي. بس العرض ما خلص لان جيمي مع بول هيمن يقول انا كلمت رومان رينز وطلب من اثنينكم يعني انت واخوك ما تظهرون في عرض الشهري، تقعدون في البيت، لان بعض الامور تشوفها على التلفزيون وما تشوفها في الواقع. رقم واحد كذب على بول هيمن. تدرون شعارنا في تردكة مصارعة وتردكة برو يبقى لا تكذب. رقم اثنين شاف جاي اوسو يكلم سامي. بس حبي بول هيمن ترى جيمي ما يقدر يدخل كندا لانه كثر. الاسبوع القادم بيكون عرض مجنون، مشاكل البلود لاين، ظهور سامي زين قدام رومان مثل الاسبوع الماضي هي الخطوة الاخيرة قبل المباراة المرتقبة. حتى الان أجمل قصة في عالم المصارعة، على عكس القصص والعداوات الثانية تحس كل شيء هامشي مش مهم. كان في مباريات لقب القارات والآن زفتوا فيه. سيجمنتات العرق كانت أجمل شيء في العرض مع مباراة التاك تيمز، أما الباقي متوسط إلى سيء. الأسبوع القادم درو ماكنتاير وشيمس بيلعبون ضد الفايكنج ريدرز، شوتزي بلاك هارت مع ناتاليا ضد روندا راوزي وشينا بيزلر، والفايز بمباراة رباعية مات كاب موس ضد غونثر على لقب القارات. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر. لايك وسبسكرايب لا تنسون. دائما أبدا بينكم one.